مشاهدينا إلى زوايا المراسلين وإلى الرياض تحديدا، والزميل عبد المحسن الحربي، يسعد صباحك يا عبد المحسن، وما هي أجواء وأخبار العودة للمدارس؟ صباح الخير ريم. عادت الحياة إلى شوارع الرياض بالطلاب والطالبات الذين سلكوا الطريق بعد صلاة الفجر اليوم في الساعات الأولى للصباح وذهبوا إلى مدارسهم التي افتتحت، وشاهدنا أيضا في السوشيال ميديا وفي تفاعل كبير جدا للطلاب وأولياء الأمور تحديدا الذين ذهبوا مع أبنائهم في السنة الأولى لهم للاحتفاء بهم وإيصالهم إلى المدارس. 75 يوم هي مدة الإجازة التي قضوها الطلاب والطالبات قبل أن يبدأوا العام الدراسي الجديد في أكثر من 30 ألف مدرسة حول السعودية، وقرابة 6 مليون طالب عادوا إلى مقاعدهم في مختلف أنحاء السعودية، 1,600,000 طالب وطالبة هم في الرياض. هنالك العديد من الاستعدادات التي تم وضعها من قبل وزارة التعليم التي بدأت بالاستعداد باكرا خلال الأسابيع الماضية لعودة انتظام الطلبة والطالبات عبر عودة الهيئات التعليمية وكذلك الممارسين في القطاع التعليمي إلى المدارس، وأيضا الارتباط في الجهات الأخرى التنسيق معها. اليوم شاهدنا المرور وكذلك الدفاع المدني وعدد من الجهات التي أعلنت جاهزيتها لهذا الموسم الدراسي للحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك سلامة وصولهم إلى المدارس عبر التنظيم المروري حتى في داخل المدرسة. هنالك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها للطلبة والطالبات سواء كان على مستوى التعليمي أو على مستوى سلامة الطلاب. على المستوى التعليمي تم تخفيض أعداد أو الحصص، المدة الزمنية للحصص، وكذلك توزيع الكتب بفترة مبكرة، بالإضافة إلى السماح للطلاب وإعطائهم روابط إلكترونية لتحميلها للمراجعة. أيضا هنالك توسع في عملية تدريس اللغة الصينية في عدد كبير من المدارس حول السعودية لعودة الطلبة والطالبات الذين سيدرسون خلال 6 أشهر القادمة على 3 فصول دراسية، كل فصل يوجد به تقريبا 13 أسبوع. هنالك أيضا إجازات قرابة 60 يوم إجازات على مدار العام ريم. نعم، أشكرك جزيلا عبد المحسن الحربي، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.